مشاهدي موقع لو 360 مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في الصحف المصرية، والبداية ستكون بصحيفة اليوم السابع حيث عنونت مصر 2019 ملتقى نجوم الكرة العالمية، وذلك بعد حضور العديد من النجوم الكرة العالمية على رأسهم نجم برشلونة عثمان ديمبيلي الذي تابع مباراة السنغال أمام الجزائر وأيضا مباراة المغرب أمام الكوت ديفوار من الملعب. وتحدثت صحيفة المصرية اليوم عن استبعاد لاعب مالي من المعسكر بسبب صفعه زميله، حيث استبعد المنتخب المالي مهاجمه أضامانيان من القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا المقامة حاليا بمصر. بينما تحدثت صحيفة الجمهورية المصرية عن التعادل الثاني الذي حققه المنتخب التونسي، حيث عنونت نسور تونس تواصل السقوط، وذلك بعد تعادله يوم أمس أمام منتخب مالي بهدف لمثله. بينما تحدثت صحيفة الأهرام المصرية عن آخر أخبار المنتخب المصري الذي سيخوض غدا آخر مواجهة له في دور المجموعات، حيث عنونت الفوز يضمن الصدر للفراعنة، وأغيري يضع اللمسة الأخيرة على تشكيلة مباراة أوغندا والدفع ببعض الوجوه الجديدة. بينما أجرت صحيفة الوطن المصرية حوارا مطولا مع النجم الكرة الهولندية ومدرب المنتخب الكاميروني كلارنس زيدورف، حيث قال سنهزم مصر في وجود محمد صلاح وسأعود إلى الكاميرون بالكأس، وذلك في حديثه عن مجريات نهائيات الكان المقامة حاليا بمصر. مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، دمتم في رعاية الله ونلقاكم غدا في حلقة جديدة.